عملك هو الأفضل؟ ريتينج رمضان هو الحكاية. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، تحية مسك وعنبر وعود وكادي من لبنان، وتحية من مصر أم الدنيا ومن دبي دار الحيم اللي مرة تحملها لكم كل مشاهدي تلفزيون أبوظبي وطبعا ام تي في لبنان والنهار المصرية. أعتذر طبعا للنجوم اللي كانوا معانا أمس وأول أمس، أنا ما قدرت أكون، أنت عارف وسام ليش كنت قاعدة أصور، للأسف الشديد إحنا ما نعرف متى رمضان يفاجئنا كل سنة. أعزائي طبعا أرجع أذكركم أنه إحنا اليوم بالحلقة 16 من ريتينج رمضان، كلكم تقدرون تصوتون مسلسلاتكم المفضلة عبر تطبيق ريتينج، كلنا ناطرينكم تصوتون وبشدة لمسلسلاتكم اللي تختارونها. طبعا راح يكون في حفل 15 أكتوبر إن شاء الله في أبوظبي للإعلان عن المسلسلات الفائزة والألقاب التي ستتوج. بريك. أنا أكيد بدي أرجع أرحب بزميلتي ميسا يلي انضمت لإلي من بعد غياب ليلتين، صدقيني كان إلك فقدة كتير كبيرة. وبتحلى بوجودك الحلقات. شكرا. حتى لو كان في هالمناكفات أنا وياك على الهوا هول الحلوين هن اللي بيعملوا، حسيت حالي لحالي مثل واحد مقطوع من شجرة. مشاهدينا أنا بحييكم كمان بهالحلقة اللي نحن ب 16 رمضان، بدي أتمنى إن شاء الله هالشهر بآخره بيكون بيعود على الكل بالخير وبالبركة. والليلة نجمنا الضيف هو مسلسل عم ياخد أصداء كتير حلوة، عم ياخد نسبة حضور كتير عالية. رح نشوف نحن وياكم هالتريلر وهو لعبة إبليس. الناس عايزة اللي يخدعهم بمزاجهم، وكل ما الخدعة كانت قوية ومعبوكة وتتصدق كل ما نجحت، كل ما بقيت موجود واستمريت وسيطرت. انت شغلتك انك تقول للناس اللي هم عايزين يعرفوه، شغلتك انك تقول لهم اللي هم عندهم استعداد اصلا انهم يصدقوا، تطمنهم، تقول لهم على راحتك. شغلتك انك تقول لهم ان اللي هم مصدقينه ده صح ومظبوط وسليم بدليل كذا وكذا وكذا. شغلتك انك تساعدهم انهم يفضلوا عايشين في الوهم، تخدعهم لكن بمزاجهم زي الساحر كده. مشاهدين مثل ما شفنا في التقرير المصور، نجمنا لليلة هو المسلسل لعبة إبليس، يطرح قضايا إشكالية بمعالجة جديدة كثير من التشويق، ورح نستقبل نجوم لمناقشتهم. طبعا النجم يوسف الشريف، النجمة فريال يوسف، والنجمة الكاتبة إنجي علاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يوسف. أهلا وسهلا. نورنا. مساء الخير. الأحمر الحلو ده. أهلا وسهلا فيك. شرفتوا. مساء النور. أنا أعرفك كاتبة ستايلست مدام، أعرفك إيه. مساء النور. منورين، تفضل. تفضل. ثانك يو ميرسي. يعني شو هاليوسف؟ شو هاليوسف؟ متألق الليلة بين بين يعني جميلتين معك بهالمسلسل، جميلة إلى جانبك بالتمثيل وجميلة إلى جانبك بالبيت. بليز ما نقدرش ننسى البوكي كله لأنه في جميلة الجميلات قدامي. حبيبتي العين ما تعلى الحاجب، منورين يعني ما شاء الله عليكم.
لعبة إبليس يعني غيران عشان هي لا بالعكس بالعكس أنا مبسوط فيكم هي مين أحسن مني الليلة أنا لا لا أي حاجة يوسف عشان نخلص أنا والليلة بالعكس حقيقة أنا النهاردة محظوظ ومبسوط جدا جدا إن أنا موجود النهاردة مبسوط إن أنا موجود معاكم طبعا ومبسوط إن أنا موجود مع الأمارات كلهم وكل الناس اللي في الاستوديو يعني إذا بدنا نضيف أنا وياك على اللي قلته بالتريلر بتقول أنت الناس عاوزينك تخدعهم بمزاجهم زي الساحر دي هلا رح أرجع لإلك أنجي لا هي عايزة تقول بس يوسف لأنه أنا بعتبر أنه أنجي كتبت ولكن كان في خلاصة هالكتابة بنقاش الناس عاوزين تخدعهم بمزاجهم مثل الساحر زي الساحر قد ايه بمسلسل بيناقش قضايا السحر اعلان الناس عاوزين ينخدعوا بمزاجهم والله شوف انا يعني انت جبت المفيد زي ما بيقولوا يعني انا الجمله دي اكتر جمله شدتني للموضوع كله وخليني اقول لك بدايه يعني بدايه الموضوع ده معايا كان قبل مسلسل الصياد وكانت حدوته انجي يعني في الاول بتكتبها وكانت ناويه حتى تحكيها لي كده مش عشان مسلسل حتى بتحكيها لي ان هي كتاب بتكتبه قصه يعني تطبع وتنزل روايه وعجبت جدا بالموضوع وتشدت له جدا وقلت لها بمنتهى الانانيه أنا عايزها وهي كمان الرواية نفسها زي ما هي حكيتها كده معتمدة دايما على البلوفات والمفاجآت اللي فيها فقلت لها لا وقفي ما ينفعش تتعرض للناس دلوقتي علشان أعرف أعملها مسلسل وقعدتها سنة كاملة لغاية ما خلصت الصياد وابتدينا كانت الحدوتة كده كلها وبعدين لما بدأ يبقى في أول تخيل لأول مشهد إنجي بقى ككاتبة القصة وعمرو سمير عاطف ككاتب السيناريو والحوار الجمله دي اتكتبت والجمله دي هي مين اللي قال الجمله دي يا انجي عمرو صح انا حسيته كده ويوسف وعمرو لا هو الشغل الساحر نفسه قبل حتى ما يبقى في اسقاط على اي حاجه تانية لا بس في اسقاط ما دام قلت اسقاط يعني ايه هي يعني اسقاط اسقاطات لا لا خلينا نتكلم على حدوته السحر والشعوذه هسالك وهسال انجي انجي لما بنتكلم على السحر والشعوذه في زمن زي اللي احنا عايشينه دلوقتي زمن الياس زمن المشاكل الاحباط هل هي دعوه مبطنه للايمان للنقيض لا هو الموضوع مش كده خالص يعني هو الموضوع كله ان الناس عايزه تبقى يعني انترتيند عايزه يتفرجوا على الساحر والخدع اللي بيعملها فرجه والترفيه بالظبط يبقى في ترفيه علشان بقى في يعني في حياتنا مشاكل كتير تخفيف شويه بالظبط وهم مبسوطين ان هم بيتخدعوا يعني هو الساحر هو الموضوع مش سحر وشعوذه هو هم عارفين هم عارفين وهي كلها تريكس وهو بيعمل خدع وفي خدع لو عرفتيها مش هتصدقي ان هي بتتعمل ومش هتبقي عايزه تعرفيها اصلا يا الا مش هتتفرجي وده بقى العلاقه بين ده وبين الاعلام يعني فلسفه ده يعني افتراض مثلا لو ساحر هو الساحر في الاخر بيعمل تريك يعني بيعمل خدعه للناس هو طبعا المقصود بالساحر في لا خلينا مين المقصود بالساحر طب هقول لك على حاجه والله في الروايه طب بلاش المسلسل في الروايه طيب مين المقصود بالساحر الساحر بمين بتشبهيه يعني؟ اوكي هتشبه. لا انا ما بقولش على لعبه ابليس الساحر اللي هو ادهم الساحر مين في على الارض؟ لا خليني اقول لك على حاجه والله بجد يعني انا دايما على فكره دي مش اول مره لو مش عايزين ترد في ريال هترد لا لا انا هقول لك حاجه خليني انا اقول لك هتلف وتدور عليا هتقول انا القصه عندي بدايه تاليف الموضوع كان سليم المهدي اللي هو رجل الاعمال هو صاحب القنوات وبعد كده انا لما مات بابا اللي هو عادل المهدي ابتديت احس بقد ايه الناس اللي حواليه كلهم خونه والناس اللي حواليه كلهم طمعانين متواضعين وفلوس طب مين سليم المهدي طيب مش عايزه تقوليه سليم المهدي ظهر من خلال سليم المهدي ادهم المهدي اللي هو اخوه تمام بالظبط اخوه من ام تانيه اللي هو عاوز برضو ياخد حقه في الورث ونفوذه وابتدى يستخدم الناس اللي حوالين سليم اللي هم كلهم خونه ان هو يسلطهم عليه وابتدوا هم الاثنين يلعبوا لعبه قط وفار ان ازاي يعني بس انا ذكرتني بأجاتا كريستي
الروايه بجد. كل ما يعني تقعد الناس تقول لي فيلم يعني هذا الظاهر انه كريستي بكل مشهد بتحسي شيء. انا عايزه فريال تقول لي لعبه عارفه التريو الماده وال يعني المال والاعلام والفساد دول كلهم في شخصيه سلمى. سلمى النمر يعني فين نقاط الالتقاء سلمى النمر مع فريال يوسف؟ فين حاجات بتجمعك فيها؟ يمكن الحاجه الوحيده هي الطموح، لكن الكل الجمال. ميرسي شكرا. لا بس هي سلمى النمر بصراحه حسيت وانا بحضر للشخصيه دي ان انا بستعمل ادوات جديده في التمثيل ما استعملتهاش قبل كده، خاصه انها زي ايه؟ يعني البروفايل بتاع الشخصيه دي تركيبتها انها انسانه عندها كل حاجه، عندها الشهره، عندها الفلوس، عندها السلطه، محدش يزعلها، محدش يقدر يكسر لها كلمه، يعني بيعملوا لها حساب في كل حاجه حتى الوزراء. ف ايه اللي ناقصها عشان تبقى عندها شخصيه غير متوازنه؟ انت عايشه صار لك 8 سنين في مصر، اكيد مين هي شخصيه سلمى النمر؟ عايزه اقول لك هي يمكن تكون تركيبه بين كومبينيشن، ضربنا في خلاط كده. الانجي هي تركيبه؟ لا لا يوسف مسيطر النهارده، كله بيبص على عمش هو جايب ايه فنحرق وكله بيبص كل حاجه. لا بالاخر هتفهم الناس مين هي، مين هي سلمى؟ هي سلمى. لا لا خليني اجاوب، هي كل اسئله واحد تقريبا، بس ما يبانش ان احنا لا احنا لا نقصد شخصيات، احنا بقول لك بالمطلق. لا انا اقصد شخصيات، لا انا ما بقصدش شخصيات. يعني اعلاميه ما بتتزعل؟ خليني اجاوب والله، لان فعلا بمنتهى الصراحه مش مثلا احنا بنرمز لحد معين وبنحاول نخبي ده ابدا، وعلى فكره ده حصل معايا في كذا مسلسل قبل كده. انا خالص عمري ما بحب ارمز لبني ادم معين. لا يوسف، أنا لا يوسف مش الشخص، انا مش بقول الشخص، انا بقول الظاهره بالزبط. يعني السليم هو الظاهرة، ادهم هو ظاهره او مبدا معين، هو ده قصدي. مش صحيح. بس انا عايزه تسموا المسميات. لحظه بس يوسف، بسالك شغله. هلا انا بالنسبه لي وقت حضرت المسلسل ادهم بالنسبه لي شخص، سلمى بالنسبة لي شخص. طب خليني أقول لك على حاجة، خليني أقول لك على حاجة والله مسلمة. أنا كمشاهد بس أحكامك دي مسبقة أو بتعرف الأشخاص دي شخص؟ لا حسيت اللي كتب عم بفكر بأشخاص. حسيت اللي كتب يرد. إحنا ما نردش بقى على إحساسك. لا خليني أقول لك والله أكيد أكيد في شخصيات كتير أثرت على الكتابة، يعني في شخصيات كتير أثرت على 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 تأليفي للشخصيات دي، بس مش شخص معين. بس هي زي ما فريال بتقول هي تركيبة، يعني سلمى النمر تركيبة بين شخصيات إعلامية معروفة كتير. أنا شفت لها جوانب كتير في شخصيتها، وفي لكن مش كل الجوانب دي متوفرة في ريال في شخص واحد. لا لا دي مهمة أوي، ده بمنتهى الصراحة. أنا على فكرة ما عنديش من الدبلوماسية ما يكفي يعني إن أنا أعرف ألف حوالين نقطة. لا أنا يعني واضح جدا في ده. أنا بالعكس أنا ما بحبش أبدا أتعب نفسي وأعمل موضوع وأعمل فيه مجهود علشان خاطر ارمز لشخص معين او اوجه اتهام لشخص معين، وده دايما يعني برضو وعجبني ان انت قلت كده، ما ضايقنيش يعني. ده لا بس انا مش معاك، انا عندي بوينت فيو تاني. يعني انت مش ساحر بالمسلسل؟ ايوه ممكن تعمل تريكس طبعا. فينا نخفي ميسا؟ انا اختفيت يومين مش كفايه؟ طب ايه رايكم نشوف تقرير ونرجع نناقش تفاصيل كل شخصيه على حده؟ اوكي تفضل. تخفيني؟ انت بتعمل ايه؟ ها؟ بتعمل ايه؟ يعني عايز تشتغل عندي مذيع في القناة ليه؟ زي الساحر كده. تفتكر الناس هتخش تدفع تذكرة وتتفرج على ساحر لو قال لهم الحقيقة؟ السحر خدعة تضليل. السحر دايما بيبقى عايزك تركز مع ايده الشمال عشان يطلع هو حاجة باليمين. اليمين بيه؟ ايوه ده بحياته. شد حيلك. خسارة كبيرة للإعلام وصناعة الميديا في مصر، سب فراغ كبير علينا كلنا. عادل المهدي كان رائد وقائد. انا بتكلم عن موقفنا قانوني، له ورث ولا ملوش، اه ولا لا، وبالمستندات. بالمستندات هو ملوش حاجه عندك.
يوسف اقول لك ادهم ولا سليم؟ اقول لك ايه بالظبط؟ انا هو الحقيقه بالنسبه لي ادهم اكتر. صح؟ انا كممثله بشوف ده رايي الشخصي مش راي الجمهور، انه ادهم في مجهود ممثل يعني اصعب كتركيبه شخصيه، بس كمان سليم فيري ريتش كاركتر، يعني شخصيه غنيه. انت فين؟ اكيد في واحد منهم واخدك عنده اكتر، صح؟ لا خالص، يعني تحبهم الاثنين بنفس المستوى؟ بنفس المستوى، بس يعني ما خبيش ان ادهم خد مجهود اكتر بكتير. يعني الفتره اللي قبل المسلسل المفروض ان انا بحضر شغلي زي كل سنه بشكل روتيني، يعني المذاكره والمشاهد وابدا اذاكر واحفظ واشوف هعمل ده ازاي وده ازاي والادوات اللي عندي. ادهم كان محتاج شغل من نوع تاني خالص، يعني طبعا يعني خد وقت كبير جدا في السمات بتاعت الساحر ده وطريقته وكلامه وما يميزه يعني، وكمان حتى البادي لانجوج حركه الجسد كله على بعضه. صحيح، كل حاجه بتميز الساحر. وكمان انا حبيت جدا ان انا اتعلم كمان ازاي ده بيحصل، يعني افهم ده اصلا. مارست إيه؟ عليها السحر في البيت؟ يا نهار ابيض، ده علينا كلنا. طب اعمل لكم ايه طيب؟ انا كنت في اللوكيشن والولاد عاملهم انترتين. ده في كان في بروف الترابيزه مره نص الوقت إيه؟ كان سحر. عمل فيك ايه يا شريان؟ بصي، كان في بروف الترابيزه قبل ما نبتدي تصوير، قبل ما نخش بقى اول يوم تصوير، قلنا يلا it will be serious، يعني شو هشتغل هنركز بقى. ركزنا في الورق، بعد كده نص الوقت كوتشينا وبتاع، وانا ايه ده ازاي مش عارفه كروت بتختفي وكروت بتطير. انجي اقرب حاجه عملها فيكي في البيت؟ ندهني ونده الولاد وبصوا بقى، وبعدين وقف وطار طار 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 وهم اتجننوا وقعدوا يقولوا. طب قولي الحقيقه، في مره انجي وصلت قادر تعملها دور ولا طار؟ لا، محتاج انا محتاج حاجات معينه فهمتها. انا بس هي وصلت مرحله ان هي قالت لي انت تبات بره البيت، انت يا اما تقولي حالا انت عملت ده ازاي. طيب انا اذا بدي العب دور لعبه ابليس، اوكي بدي العبها. اوكي، اليوم اللي عم نشوفه بين هالشخصيتين اللي عم يلعبون يوسف، عم نشوف اثنين مش اخوه، مش توم، هن اثنين اخوه منفصلين ما بيشبهوا بعضهم مفروض. اليوم في لعبه ابليس براس اي انسان بتقول انه كان في اي ممثل يلعب واحد من هالدورين، انتوا ما حبيتوا يلعب حدا غير يوسف تما ياخذ نجوميه من يوسف. انا لما كتبت الروايه ولما عرضت الموضوع على يوسف ما توقعتش خالص ان هو يلعب شخصيتين. هو ضحك يعني، هو كان بنيته هو والله كان في سبب لده. لا لا لا، قول لي سبب. بصي السبب كله اقول مش هقدر اقوله كله علشان هيبان جزء منه في النهايه، جزء منه يعني اقدر اقوله دلوقتي بعد كمان في حاجات. انا النهارده اتخضيت لما لقيت سليم ما ماتش. انا ده لسه مخبي لنا حاجه، بس في حاله امبارح خلاص بان حاجه مهمه، ان احنا لما بدانا نفكر ان لو في اثنين ممثلين هيلعبوا ده في الحلقة الرابعة، عندي واحد من الاثنين هيموت. مين اللي هيرضى يغيب؟ لا لا، مين هيبقى يقبل يبقى الند؟ صح، الند في الشخصية في الثقل عشان نصدق انه. ومش كده كمان، هو كمان كان هيبقى البلوف محروق تماما، ان مصر. كل الناس اكيد هتتوقع ان مش ممكن يكون دور الممثل ده خلص واكيد هيظهر لي تاني. فكان برضو حاجة اتكلمنا فيها كتير في الأول. في بورت تاني بقى بس مش هقدر احرقه يعني. لا، معناتها في مفاجأة. بالعكس، انا في الصياد كان معايا دور كبير جدا جدا ومهم جدا جدا، لعبه احمد صفوت ولعبه كويس جدا. طب انا هسأل انجي، لو كانت لو يعني يوسف ما كانش هيلعب الكاركتر الثاني، اوكي مين اللي ممثل على طول قولي لي انا عايزه اسم هتفصلي له الدور ده او مفصل عليه؟ سليم؟ لا خلاص بقى يوسف. لا، لو انا لو مش هو، لو هو ما لعبش يعني الدور، لو ما كانش هو عمل الدور، لو كان هو اكتفى بادهم، مين اللي ممكن يعمل البالانس قدامه؟ طب اقول لكم اول اثنين قايلين. انا هيزعل صدقني. انا كمان عندي دور مهم قوي، دور طلعت دول طلعت المحامي كمان هيبان في الاحداث الجايه. استاذ محمد رياض، محمد رياض ازاي رجعتوه بعد غياب؟ ازاي اقنعته؟ انا سعيده جدا ان هو كلنا سعيدين لانه عمل الدور ده، يعني شهادتنا مجروحه فيه حقيقه. استاذ محمد رياض يعني فنان ونجم كبير طبعا، طبعا كلنا بنحييه وعايزين نقول له ان احنا كلنا بنحبك وتشرفنا بالشغل معاك طبعا. وانسان يعني اكتر من رائع على المستوى الانساني
والفني. لا ولعب شخصية حلوة ولسه هيبان يعني. أنا النهاردة مش عارفة أطلع منكم بأسامي. طيب بس خلوني بس خلوني رجلش الموضوع شوي. بعرف إنه نحن حابين نحكي كل شيء. بس بدنا نوصل لشيء. مش عايزين يقولوا لي. يوسف أنت كنت عم بت عم بت عم بتقول عم تعقب على موضوع وقلت أنا بدي أقول. لا هي انجي في الاول خالص اول ما قالت لي الحدوته دي وانا بدات اكلمها انه ممكن تتعمل. مين كنت مفكره؟ ايه قلت لي كانت قالت لي قالت لي مين؟ قالت لي قالت لي قبل ما اقول لها ان انا اللي هعمل ده قالت لي لا انا شايفه براد بيت وجوني ديب. قلت لها طيب انا مين فيهم الاول؟ يعني اللي هو اللي هيلعب الدور ده هو يوسف الشريف ويوسف الشريف غالبا. مفيش حد في مصر مالي عينك يا انجي؟ هتزعلي الناس. لا لا ازاي؟ انا بالعكس ده انا في الاول كنت متخيلاهم اثنين تانيين بس برضو لما يوسف قال لي هعمل الشخصيتين ابتدت حته الستايلست عندي يبقى في تحدي ان انا افرق بين الشخصيتين. لا وكان الفرق واضح حتى في الشكل الميك اب كان رائع وسام. طب انا قعدت افكر ازاي هعرف اعمل ده بالاكسسوارز والكوستيمز والحاجات دي ولبس الساحر انا هسالك على فريال بس بعد البريك ايه رايك البريك نرجع نكمل معاهم يلا يلا عودة لكم مشاهدينا عبر قناة أبو ظبي النهار المصرية وام تي في بحلقتنا لليلي من ريتنج فريال. اليوم عم تلعبي دور الإعلامية بهالمسلسل والإعلامية اللي كلمتها ما بتصير اثنين، الإعلامية اللي ما حدا بيسترجي زعلها، عندها قدرة، عندها سلطة، عندها كل المقومات كرمال تكون سلمى النمر. سلمى النمر. قد ايه اليوم كممثلة أنت بيقدر هيك نوع من الأدوار بيأثر عليكي شخصياً؟ يعني اليوم عم تلعبي دور إعلامية، عم تلعبي دورة، عم تعيشي هيدي الحقيقة. والله عندك حق في السؤال ده. تخيل ان انا في بعض المشاهد لما خلصها والأول رياكشن تكون إعلامية. سوري ما سمعتش تعليق. انا لازم اكون إعلامية؟ لا انا لما بخش في توب الإعلامية وخلاص اول ما دخلت وعملت ميك اب وشعر والبست انا سلمى النمر مش في ريال انيمور في اللوكيشن. بس في مشاهد بعد ما خلصها من كتر ما هي في طاقة سلبية بتديها للناس كتير وفي أداء في نوع من الاستفزاز ونوع من التحقير للي قدامها فالطاقة دي بعد ما خلص المشهد خاصة لما يكون صفحتين ثلاثة بعمل يعني بحس بتقلها سلمى النمر فما بالك لو في ستات عايشين وهم لابسين في حياتهم الشخصية التوب ده طول وقتهم هم مش بيحسوا عشان هم مش لابسين هم كده هم بس حسيتي شي مرة انه هالمهنة بتعني لك يعني بتعني لك بس انا مش اول مرة بقدم اعلامية على فكرة انا قدمت دور الاعلامية في مسلسل خاتم سليمان بس بالحقيقة اليوم عم تلعبي شخصية عم تقولي قدام اسرع عليك بالحقيقة تفكري انه بنهار من الايام ممكن هذه الشخصيه تقدر تكون شخصيتك الحقيقيه كفريال يوسف ممكن اشوفك تقدمي برنامج مثلا من الاخر هو بيقول لك يعني قدمت قبل كده كان في تونس وقدمت مره في مصر في بدايتي في مصر انت شو عم بقلك بدي انا اصلا عملتها لا 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 بدايه بس مش اعلاميه يعني كنت محاوره مقدمه برامج مقدمه برامج انا حاسه كلمه اعلامي هي كلمه كبيره لا تليق في كل الناس يعني انا اطلاق نفسي ما اعتبر نفسي اعلاميه انا مقدمه مزبوط. برامج في فرق كبير بين الاعلامي ومقدم البرامج مزبوط فريال اشتغلت في الدراما الخليجيه يا وسام اسالها تفضلي ما انت جاي بعد غياب حلقتين زمان قوي قولي لنا في ريال انا وقتها كنت نجمه صف اول في تونس طبعا سنه 99 2000 ابتديت ابقى نجمه صف اول في بلدي وكانوا عايزين واحده تونسيه تقدم الشخصيه دي كنت اشتغلت في مسلسل سر الحياه طبعا تحيه لكل الناس اللي انا اشتغلت معاهم على راسهم الفنانه اللي اعتزلت زينب العسكري نوجه ابراهيم الحربي طبعا ليلى سلمان عبد الامام عبد الله كل الناس دول طب شو رايك في الدراما الخليجيه؟ هذا سؤال لكم كلكم كانت تجربه بالنسبه لي مختلفه وكنت محظوظه جدا ان انا اقدم شخصيه في أرضية اجتماعية مختلفة عن الأرضية الاجتماعية اللي قدمتها اللي اشتغلت فيها قبل كده اللي هي تونس وأنا اشتغلت أعتبر نفسي أن أنا ممثلة محظوظة لأنه اشتغلت مع مختلف الجنسيات وبمختلف اللهجات يعني اشتغلت مع أجانب فرنسيين إيطاليين وأمريكان في تونس واشتغلت مع توانسة طبعا ولاد بلدي واشتغلت مع مصريين وسوريين وكويتيين وسوريين ولبنانيين أنا قبل ما أخذ رأي إنجي في الدراما الخليجية وطبعا يوسف
في الموسم الرمضاني كمان النجمة صبا مبارك تقدم كمان إعلامية. ما خفتي في ريال من المقارنة؟ لا إطلاقا. أنا أول حاجة للأسف أنا أول مرة أسمع المعلومة دي، يعني مسلسل حق ميت وكمان هي داخلة في تابوهات إنه هذا الصدام بين السلطة أو الحكومة بالمصري والإعلام، يعني هذا دور صبا. طبعا صبا ممثلة وفنانة كبيرة جدا وفنانة موهوبة جدا محترفة جدا، وطبعا يسعدني ان انا اخش في مقارنه مع زميلتي صبا واتمنى لها كل التوفيق. وبعد المعلومه دي هحاول ان انا بصراحه لازم اشوف حتى على اليوتيوب اتفرج على الحلقات. انتوا ناويين تخلصوه امتى؟ 26 رمضان. 26 رمضان. طب يوسف رايك في الدراما الخليجيه؟ بتشوف شويه؟ شوفي انا السنه دي لسه ما لحقتش اشوف حاجه، بس انا شهادتي مجروحه لان انا متحيز جدا لكل ما هو عربي، وده يعني ده بصراحه وبقوله في كل حته ومش لازم اكون قدام كاميرا عشان اقول ده. انا بحب الدراما الخليجيه وبحس ان هي ليها طعمها، بحب الدراما السوريه، بحب الدراما المصريه، ودايما دول ببديهم على اي حاجه، يعني حتى يعني كنت شويه يعني حاطط حاجز كده مش عايز اقلب دايما على الدراما التركيه واروح لدول، ومتحيز متحيز. انا شهادتي مجروحه، بحب جدا جدا الهوية مش تعصب، لا أنا بحس العرب ليهم كاريزما وليهم طريقة كده. أي حاجة بتفرج عليها برة بحس إن في لوح إزاز بيني وبينهم، مش عارف ليه. فأنا شهادتي مجروحة، أنا بحب جدا جدا كل الدراما العربية. طيب أنجي، يحكى عنك إنه إنساني بتغاري خالص. بتحبي ليوسف كثير؟ هلا ما في امرأة ما بتغار. بس هقول لك حاجة. لا ما في، هلا ما تقولي إنه ما بتغاري، لأنه كل امرأة بتغار على إنسان بتحبه وهو شريك حياتها، وكيف إذا كان يوسف؟ لازم الغيرة صحية ترى. بس أنا بدي أخذك على غير مطرح من الموضوع، هيدا يحكى وهيدا يقال. أوكي. في نهار رح تجي تكت بقصة رومانسية ليوسف يكون عم يلعبها مع بطلة؟ أقول لك حاجة، طيب كنا بنصور في رمضان من 3 سنين، يوسف كان صور مسلسلين، أوكي؟ رقم مجهول ومسلسل زي الورد. زي الورد رومانسي جدا طبعا، 60 حلقة، ورقم مجهول سسبنس أكشن يعني، أوكي؟ كان لما بيجي من زي الورد كان بيبقى رومانتك، هو بيتقمص شويه بيعيش شخصيه بالبيت. طب اكتبي له رومانسي، انا هكتب لك رومانسي، يعني اعمل رومانسي علشان تبقى كده. اكتبي له رومانسي بلاش انه لا. مين الشخصيه الصبيه اللي بدها تكون بوجه يوسف تكتبي قصه حب بينه وبينها؟ اختاري لي شخصيه بتقولي بتلبق مع يوسف ككاتبه، بيلبق لهم يحبوا بعضهم. منى زكي ونيلي كريم، يعني هم. شفت يا يوسف بيلبق لك تحب منى وتحب نيلي، بس مش لك تحب دول، غير دول ممنوع. انا طول ما انا بمثل تمام. انا عندي بره بحبها هي. انا عندي مجله، اوكي، من قبل ما اعرف يوسف. فبالنسبه للممثلات والفنانات كلهم اصحابي من قبل كده، يعني انا اوريدي كلهم يعني كانوا عندي حوارات وعلى الغلاف واصحاب، يعني اجنبيه مجله يوفوريا. فهم كلهم اصحابي ونعرف بعض من زمان وعملنا فوتو سيشنز وعملنا هيد، فما فيش ده يعني هلا المراه اجمالها بتغار من اختها، ما في مشكله يعني. مين قال لك والرجال بيغار من اخوه؟ يعني انت ما بتغيره؟ طب انت ما بتغيرش عليها؟ طبعا انا ربي عليها عدالك طبعا. ايه اللي احنا بنغار وانتوا لا؟ انا عامل لك صار لها حلقتين غايبه، يعني جايه بمحضره حالها. معي حق في ريال ولا لا بموضوع الغيره؟ والله انا بالنسبه لي الانسان اللي عنده غيرة بزيادة، الغيرة الغير صحية، إنسان ما عندوش ثقة بنفسه أول حاجة، وغير متصالح مع نفسه، ومش قادر مش هيقدر يطور من نفسه لأنه مركز كل طاقته مع اللي حواليه ومع الناس اللي ممكن هم أقل منه. عم تحكي من حرقة قلب، عمين غيراني هالقد؟ لأني موعودة جدا بالحاجات دي صدقني، يعني الإناء خلاص اتملى من الحاجات دي. بس أنا سفنجة طول عمري سفنجة، خلي بالك. لا سفنجة. طب حلو، هلا بننسى موضوع المسلسل، خلينا في موضوع مع الناس حاجة صحية برضو، يعني ناس ولبسي أحمر اليوم. لمين لبسي أحمر؟ نفسي وجمهوري وليكم لينا كلنا. خليك محضر خير. انا محضر خير دايما يا عمي، والله محضر. ما عجبكش اغيره دلوقتي؟ لا طبعا طبعا طبعا. انت قمر كيف ما كنتي حبيبي، عشان هيك رح نخلي المشاهدين ما يستمتعوا بهالقمر ونروح على بريك.
رجعنا لكم مشاهدينا، ولازلنا مستمرين مع نجوم لعبة إبليس. ومثل ما شفنا في التقرير وفي الحلقات، الإعلام له حصة كبيرة من الدراما الرمضانية، سواء في لعبة إبليس أو في أعمال أخرى. سؤال لك في الريال والإنجي ويوسف كلكم، يعني هل الإعلام في ظل الأحداث اللي بتصير في العالم كله، مش العالم العربي عشان ما نخصص ولا نحدد، وتأثيره على الشارع العربي وتغيير الرأي والتحركات، سواء تحركات الشارع العام أو القرار أصحاب القرار، هل بتعتبري أنه الإعلام كطرح هو موضة وحتعدي؟ لا طبعاً، الإعلام موضة؟ لا لا، الإعلام كطرح في الدراما، في الدراما، في الدراما. أوكي. لا، الإعلام دايماً موجود في الدراما، حتى لو مش بالتركيز ده، مش بالتركيز ده. يعني دايماً لازم الإعلام، يعني جزء مهم جداً في المجتمع. طب ليش السنة هذه؟ ممكن بعد ثورة السوشيال ميديا، إحنا اليوم السوشيال ميديا لها جزء كبير من حياتنا اليومية، سواء كأناس معروفين أو حتى كأناس عاديين، فعشان كده صار في تركيز أكثر على الخبر. دلوقتي بقى في لحظة يعني الصورة في لحظة بتوصل لكل الناس، فطبعا الإعلام دلوقتي والسوشيال ميديا والحاجات دي بقت مؤثرة جامد، فبالتالي في الدراما بقت موجودة بالكم ده. يعني أنا بشوف أن طبعا الدراما لما تتناول موضوع الإعلام يمكن بتتكلم عن الجانب الخفي اللي ما بيعرفوش الناس عن الإعلام، لأنه الإعلام طبعا هي سياسة، وكل ده كلام قناة كبير يا فريال. لا ومسؤولة عنه، يعني كل قناة لها سياستها وليها توجهاتها، تخدم جهات معينة، مصادر معينة أو سياسات أو يعني أي جهة من الجهات. يعني لا، يعني كل قناة أو كل راديو عندها توجه، ليه عندهم توجه سياسي معين، وفي أو اقتصادي قد يكون، يعني يمكن مزبوط. لا، سياسة بتشمل شوية، بلاش سياسة، بلاش كل حاجة. خلي بالك، سياسة مش سياسة الاقتصاد وكل حاجة، مش بتكلم عن الداخلية، أنا لا بتكلم عن الدولة. فطبعا يمكن بنتكلم ونكشف المستور عن الحاجات اللي ما الناس مش عارفاها قوي عن الإعلام، سواء الحاجات الإيجابية طبعا لأنه في جانب إيجابي كبير جدا، أو الحاجات السلبية الموجودة في الإعلام. طبعا السوشيال ميديا دلوقتي هو المكتسح الأكبر لكل الحاجات دي، فهو بيخدم الإعلام والإعلاميين، وبيخدم كل الناس، يعني من رئيس الدولة إلى أصغر شخص موجود في العالم. إحنا في عصر السوشيال ميديا، وبزرار دلوقتي بتضغط على الإنترنت بتطلع لك أي معلومة، فيمكن الناس عشان كده ابتدت تبعد شوية عن المجلات وراحت المواقع والنيوز في المواقع والحاجات دي، والتويتر والإنستغرام والحاجات دي، لأنه المعلومة بتوصل أسرع، بتوصل أدق من الشخص المصدر نفسه. واحنا في عصر يعني خلاص، احنا كل ما بنعمل ابديت يعني بيجينا حاجه جديده. طيب يوسف، اذا ما ظهر مباراه لعبه الاعلام والسوشيال ميديا، ونرجع نفوت على الشخصيه اللي انت عم تلعبها اليوم، هالنوع التشويق اللي انت عم تلعبه بهالمسلسل شوي جديد من ستيل اللي انت عم تحطه، وين حسيت انه بمطرح يوسف عم بيغير الصوره النمطيه اللي يمكن كان ماشي فيها بمرحله؟ طب ممكن اجاوب على حته من السؤال الاولاني الاول؟ انت مصر ترجع هناك؟ لا، هو كمان من حقه يرد. يعني هقول لكم على حاجه، انا اول حاجه انا ما اقدرش اتكلم على الاعلام كظاهره في المسلسلات، انا ممكن اتكلم على مسلسل لعبة إبليس، وان كان استنتاجي الوحيد ان طبعا الاعلام تصدر المشهد عشان التغيرات اللي حصلت طبعًا في المنطقه، فبقى يعني برنامج التوك شو ده كان في الاول هو برنامج على قد الـ بس في مصر دلوقتي بقى نمبر 1، مش في مصر بس خلاص، يعني هو يعني طبعا المصري. فده بالاستنتاج بالفهلاوه كده يبقى اكيد هيبقى موجود انما انا لو هتكلم على لعبه ابليس بالذات، هو مش مقصود توجيه اتهامات للاعلام، وده مهم. لا خالص، سواء كان في شخصيه حتى سلمى النمر هي او في اي شخصيه موجوده. يعني احنا اولا الاعلام هو كان وسط مناسب جدا للحدوته اللي بتحصل، والجانرا حتى اللي بنلعبها، الجانرا بتاعت الكات اند ماوس، الاثنين اللي في صراع وبيطاردوا بعض طول الوقت. عشان ابقى بشتغل على شو بيزنس فبقى الموضوع اسهل، لان بقى الضربه توجع اكتر طبعا، فاهم قصدي؟ غير لو انا في حاجه لو بروفايل، فبقى الحدث اللي بيحصل محتاج اوصله عن طريق حدث كبير قوي، ان حد يقتل حد او يسرق حد. انا في الشو بيزنس ممكن لو التريك اتعملت على الهوا بابسط معنى تضر جامد طبعا، فهو كان مناسب لينا. يعني احنا ما كانش برضو القصد الرئيسي ان احنا
نسن سكاكين على الاعلام وانا دايما على فكره برضو حتى في لعبه ابليس او في المسلسلات اللي فاتت ضد دايما ان انا اكون بوجه او بخاطب مؤسسه يعني انا بتكلم على كاملة. ابدا انا بتكلم على شخص انا النهارده اتكلمت على اعلام اعلاميه او بس اعلامي بس يا يوسف الشخص هو رمز المنظومه هو رمز ما اقدرش اتعامل بكده ما اقدرش ودي نقطه مهمه جدا على فكره يعني انا مش هقدر اعمل مسلسل في مره يتقال ان مش هقدر اعمل مسلسل اجيب فيه ظابط مش العام اجيب فيه اتيتيود ظابط مثلا يقولوا لي انت بتوجه احنا ضد الترميط دكتور فاسد انت بتهين الاطباء مش ممكن يبقى مش هنشتغل خالص فهي طبعا مش مقصود خالص الاعلام بحد ذاته انما هو الشق الثاني من السؤال فكرني عن النمط الجديد اللي عم تلعبوا به المسلسل اللي هو بعيد عن النمط اللي كنت تشتغله كيوسف واليوم في جو جديد عم بتحطه بهالتمثيل وبهالاداء اللي عم تعطيه خاصه اللي بيشوفك يوسف بيشوف قد ايه انت هادي وقد ايه بهالشخصيتين عم تفرجينا انه هذه شخصيه وهذه شخصيه مختلفه كليا هقول لك على حاجه بقى. انا طبعا كان في مخاطره وانا دايما عمري ما ببقى داخل المخاطره وانا ضامن انت مطمن لا خالص ببقى بالعكس ببقى مرعوب وكاني اول مره امثل خصوصا المره دي يعني انا الصياد واسم مؤقت ورقم مجهول وحتى المواطن اكس كان كلهم تقريبا يندرجوا تحت نفس الجانرا ولكن كان فيهم تطور يعني بيتلعبوا بطرق مختلفه لان حتى السسبنس ده قماشه كبيره جدا تقدر تلعب فيها في كذا طريقه هنا انا دخلت في حته شويه كانت ريسكي بالنسبه لي ان انا مش من اول حلقه اديت لغز للمشاهد وده طبعا كان ريسك صح. بس كان لازم اعمله يعني فكان محتاج مجهود من نوع خاص حكايه الشخصيتين دول انا هقول لك بقى على حاجه وانا بدرس الشخصيات بدرس الشخصيات اللي العبها يعني وبذاكر وبتاع قبل فببص دايما على حتى في التحضير اللي بيحصل ده مثلا باخد خبره من الناس لعبت ده قبل كده باخد خبره حتى من لما ده اتعمل في هوليوود او كده فبعد ما قررت وذاكرت مين الساحر اللي عجبك واستعرت منه شويه ديفيد كوبرفيلد لا خليني اقول لك على الساحر بعد كده بس هقول لك على المفاجاه اللي حصلت لي تقريبا قبل يومين في التصوير بصيت لقيت في هوليوود دايما بيوصوا ان ما يلعبش ممثل دورين في نفس الفيلم يعني بيحبذوا الا لو كان كوميدي علشان اقدر افرق بينهم بشكل في اريحيه يعني دايما بيبقى الاعمال مش مرهق على الممثل كمان مش كده المسلسلات اللي زي كده او الافلام اللي زي كده دايما بيبقى اللي بيلعب المين رول محتاج دايما يبقى بايمج معينه للمشاهد ما يقدرش يهزها يا اما العمل كله يتهز يعني عشان اوضح مثلا فكرتي انا سهل جدا العب بين شخصيتين بس اخلي واحد بيلعب حواجبه او بيرقص وسطه سهل جدا اعمل شخصيتين بعاد خالص واحده فيهم فارس بيعمل حاجه غريبه شويه او بيتهته او كده انما علشان احافظ على بطلين الناس يتعلقوا بالبطلين دول ويبقوا في فرق بينهم شو اللي عملته؟ حتى في هوليوود بيوصوا ان الواحد ما يعملش ده صح. يعني احسن في الكوميدي اللي عملته طبعا ده قريت الكلام ده قبل ما صار بثلاث ايام ولا حاجه لا اللي عملته ان انا اجتهدت على قد ما قدرت انا ما اقدرش اقول حتى ان انا قدرت اوصل يعني اسيب الناس طبعا هي اللي تقيم ده بس انا في شغلي كله مش في دي بس بعمل مجهود على قد ما بقدر وخلاص طب يعني يوسف طبعا احنا ما نختلف انه هذا مش راي متحيز انه الجمهور كله اجمع انه هذا عمل ناجح وجماهيري ومتابع يعني في كل الاوساط العربيه والريتنج كمان يعني الريتنجز كلها الحمد لله وبس في نقد قد يكون فردي بس انا حابه انك انت ترد عليه انه هذا العمل يحاكي الفئه الفتيه انه جمهور يوسف النهارده بالعمل ده هو جمهور فئه الشباب انت ترد عليهم وتقول انا رايي ححتفظ فيه لنفسي انا عايزك انت ترد على النقد ده ابدا انا النقد بس ما بستفيد منه يعني انا ما اقدرش طبعا اصدقه 100% طب هل انت مقتنع انه ده نقد يعني ان انت شايف مثلا انه العمل هو موجه فعلا لفئه الشباب وانه جمهورك هي الفئه الفتيه فقط بس فيني اعقب على شغله كثير مهمه عم بقرا مؤخرا بموضوع عن مصر تحديدا انه باخر احصائيات انه فئه الشباب هي الاكثريه الطاغيه في المجتمع طبعا يعني انت حصلت على الاكثريه لا هو نفسه انا عايز هو يرد على يعني شوفي انا اول حاجه ما بشغلش نفسي قوي يعني انا اتمنى ان انا اوصل لكل الناس ولو انا واصل للشباب بس لو ده حقيقي فده ممكن يكون تقصير من عندي وده بس خطير لان الفئه المؤثره هي الشباب واحنا كفنانين بس عندنا بس خليني اعقب بقى على الموضوع ككل بليز برضو انا عمري ما بحس ان نجاح العمل
هو من يوسف خالص، ما بحسش بده 1%. ولو في حاجه تحسب ليوسف انا بنتسب للعمل ده وبتشرف ان انا بنتسب للعمل ده، في عوامل كتير جدا لنجاحه. لو ممكن يكون حاجه تحسب لي يعني يعني بيني وبينكم كده مثلا، ممكن يكون الاجتهاد في 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 اختيار العوامل دي، انما طبعا مش طب المخرج يعني انا اتفصلت على احمد نادر جلال. انا عايزه اسال ايه اول مره بنشوفه اشراف، صح؟ هو مش موجود كمخرج. صح. طب المخرج ابدع، انا بصراحه حبيت كادرات والروح واللون والريتم، نوجه له تحيه طبعا، يعطي الف عافيه، وكان ودي انه يكون معانا بس هو بيصور فمش هيرد علينا للاسف. كان في كيمياء على طول. طبعا شريف انا اشتغلت معاه، يعني شريف اسماعيل اول مره هو مخرج العمل، ولكن يعني ما حسيتش بغربه كده ابدا. احمد مش موجود، ما هو شريف كان بيبقى معانا دايما مع احمد. أوكي. هو شريف هو المساعد الاول لاحمد نادر جلال، واشتغلنا مع بعض رقم مجهول، واشتغلنا اسم مؤقت مع بعض، وهما اتنين نفس المدرسه، فما حسيتش باختلاف. مش اول مره العب عمل يعملوا اتنين مخرجين، يعني هو استاذ احمد برضه لعب، يعني هو اللي اخرج الفرصه على ابو لبن. وليه وهي فوضى، فيلم هي فوضى كان طبعًا. استاذ يوسف شاهين الله يرحمه وخالد يوسف طبعا. لما الاثنين مخرجين يبقوا من نفس المدرسه ما بتحسيش باختلاف، بتحسيش باختلاف في الرؤيه، ما بتحسيش بتشتيت. يعني جايز ال 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 الظروف صنعت الوضع ده من واحنا بنبتدي العمل. وانا مؤمن جدا بان كل اللي بيجيبه ربنا بيقول له معنى، فالحمد لله ده كان احسن حاجه ممكن طبعًا. تحصل. شريف اسماعيل اجاد، وجود استاذ احمد كان بشكل يعني واضح وجميل. كان موجود فين؟ هو اشراف عام فين كان؟ يعني هو كان مسؤول عن العمل كله بشكل تنظيمي، وهو إيه؟ اخرج قال لك ايه عن الشخصيتين احمد؟ قال لك ايه عن الشخصيتين؟ انا عايزه اقول انا الحاجه اللي شجعتني ان انا يعني اخوض التجربه دي، اصلا انا كنت قلقانه جدا في الاول، ده اول عمل ليا كدراما، وكنت قلقانه كمان ان هو يوسف يعمله. المفروض هو يقلق عشان اول عمل دراما. لا انا كنت قلقانه ان يوسف اللي يعمله، لان هو بالنسبه له يعني كان لازم ينجح، فكنت قلقانه. استاذ احمد جلال شجعني جدا، استاذ عمرو سمير عاطف سيناريست شجعني جدا، واستاذ شريف اسماعيل شجعني جدا، والمنتجين وبتشجيعهم هما اللي ادوني البوش ان انا خلاص جو اون. القصه في ايد امينه وانا لا بس هو انا احمد يوسف انت هوني دعمت لانجي ولا سيرتها؟ لا خليني اقول لك على حاجه بمنتهى الصراحه. بص انت راجع البيت مالكش في وسام. لا والله ترجع البيت. لا والله ده كان برضو من تحسسوني. لا ده كان والله انا مش قصدي اخلف. لا ده كان من المواقف والله اللي خدت فيها تحدي. انا لما لانه هي عم تقول انه كانت خايفه جدا. شوف بصرف النظر عن ان انجي اللي كتبت القصه وهي بتحكيها لي في الاول، انا بجد اعجبت بالقصه، وبجد لو كان اي حد حكاها لي كنت هتشد لها. حكايه ان انا افكر في لحظات ان ممكن يتقال في لحظه ايه ده هو علشان انجي مراته عشان هو بيحبها، وبيحبها طبعا بس مش عشان كده هو فعلا. انا خدت يعني انا خدت على عاتقي ده علشان انا اتحمست. يعني ليه اكتم موهبه لمجرد ان انا خايف اسمع كلام؟ وده لازم هينتهي لما العمل هيطلع النور، لان انا كنت واثق. يعني زي ما تقولي انا راهنت على ده، انا عارف كويس قوي ان العمل ده لما ينزل الناس هتقول لا مش لحساب اي حاجه. ريان انت اليوم سبق وقلتي باول الحلقه انه جيتي من تونس، في تونس كنتي عم تلعبي الادوار الاولى وكنتي نجمه من الصف الاول، واليوم دخلتي على الدراما المصريه من بعد هند صبري، من بعد دره، انت الوجه التونسي كمان اللي موجود بمصر. شو اللي راح تضيفيه كتونسيه صف اول للدراما المصريه، وشو راح تاخذي؟ بإضافات مستمرة لغاية ما الواحد يعني شو اللي رح يميزك؟ أكيد شخصيتي، يعني كل واحد بيحط إنبوت من شخصيته في الأداء. التنهيدي شو يعني عم تعطيني إشارات؟ بص على فكرة إحنا الثلاثة شايلين عالم تونس، عالم بلدنا، فإحنا كلنا مسؤولين وإحنا سفيرات لبلدنا طبعاً. وأتمنى إن إحنا بنكون طول الوقت وجهة كويسة لبلدنا ومشرفة جدا، لأنه نجاحنا يحسب لبلدنا. فطبعا سواء نجاح هند أو نجاح درة أو نجاح فريال يعتبر نجاح تونس في الآخر، ده يشرفني ويسعدني أكيد. أنت شو اللي رح تعطي زيادة؟ كل اللي أقدر عليه، كل مجهودي. أنا مركزة جدا في شغلي، بحب شغلي جدا، ماليش غير شغلي. بحاول إن أنا أجتهد على قد ما أقدر، بحاول إن أنا أرضي نفسي قبل ما أرضي الناس، لأنه إرضاء نفسي بيبقى أصعب بكثير من إرضاء الناس. وعمري ما بطلع راضي عن نفسي، ففي كل عمل طبعا بحاول ان انا
أرتقي بنفسي في الأداء إلى ما هو أحسن. والإضافات طبعا طالما في نجاح طالما مش ملغية من بس أنت أكثر من عمل أكيد. أكثر من عمل مع يوسف. لا أنا هو العمل الأولاني مع يوسف. هذا أول عمل. شيري عادل كان فيه. شيري عاملة دور. ليش مش موجودة الليلة؟ بتصور. بتقول لها ايه؟ بتقول لها ايه يا يوسف على الهوا؟ لا انا عايز اقول لناس كتير طبعا شيري اقول لها ان هي اجادت عملت دور رائع. كمان عايز اقول لكاست طويل عريض هو يعني له يد كل النجوم المظبوطين. بس طبعا هتكلم في الاول انا ما لحقتش اتكلم في الاول على استاذ محمد رياض. الموضوع ده كبير بالنسبه لي جدا لان انا كنت واحد من الفانز بتوع محمد رياض كلنا على فكره. يعني حقيقي فانا الموضوع ده يعني مع اول ما حلوه كتر حلوه كلمه نجم يقول انا فان انا من الفانز من نجم ثاني. حلو انا احييك بصراحه أنا أذكرك. بس فعلا انا قعدت كلمت معاه بقى في اول مره نلتقي في مشهد يعني وكلمت معاه عن ده وقلت له يعني انا بالعكس انا بسرح في ده يعني مستغرب يعني اللي هو قاعدين دلوقتي بنمثل قدام بعض وفوجئت بنجم وشخصيه طليق ان هو يكون قدوه بجد يعني. فمحمد رياض انا بوجه له مع حفظ الالقاب طبعا تحيه خاصه. عندي طبعا نجوم كتير بقى جدا جدا في المسلسل شيري عادل إيناس عمر السعيد رجوة حامد إنجا أبو زيد هبة مجدي أميرة العايدي عاملة كاركتر حلو قوي هبة مجدي عاملة دور فظيع عاملة دور ريم دور فظيع. في تميم عبده تامر ضيائي مين تاني؟ احنا من عيد رمضان بنوجه لكل أسرة عمل العمل تحية كبيرة منا. لو سمحتوا لي ارجع شوي على الموضوع لأنه كان إلي غاية بطرح السؤال. اوكي. الأول عمل الديب ما يهر والعبث، فاهم هذا المثل؟ الديب ما يهر والعبث. رجعتوا قطشتوني بالموضوع لأنه بدي أروح لك يوسف بموضوع إنه اليوم كون العمل الكاتبة هي أنجي وأنت اللي حضرتوا هالعمل يمكن وعرضتوه على المنتج كان لكم جزء من الكاست اللي أنتوا عم تشوفوا مين هالأشخاص اللي ممكن يكونوا موجودين. شو اللي خليك تختار فريال؟ هذا مغزى سؤالي كان قبل لازم ترد خمس دقائق لازم ترد. أنا أول مرة وسام نتفق مع بعض. لا بس أنا هقول على حاجة برضو مهمة يعني أنا رأيي في الكاستنج دايما رأي استشاري. دي حاجة دي نقطة مهمة بقول بس يؤخذ به لا يعني خلينا نبقى متفقين إن في الأول في مخرج للعمل وفي كمان عندنا اثنين مخرجين أو مشرف عمل والكاتب كمان إنجي كاتب القصة وعمر سمير عاطف كمعالجة وسيناريو وحوار وده دوره مهم جدا. ليه في ريال؟ إنتاج في ريال ممثلة أولا يعني هي ممثلة ناجحة جدا جدا. أنا أول مرة أشوفها كان في خاتم سليمان وكان دايما بيبقى الممثل يا إما أنت بتدور عليه يا إما هو بيفرض نفسه على الساحة في وقت معين وده بيبقى أحسن يعني أنا يعني مش أنا اللي تتبعت في ريال هي في ريال في لحظة معينة كانت فرض نفسها على السوق في الدور اللي كان مع خالد الصاوي تحية ليه برضو في الاخر. بس انا يعني مصر على ده لان ده مهم جدا. انا في ناس بتختار ورايي استشاري. انجي ليه في ريال؟ في ريال لما قال له في ريال يعني هي شكلها وتمثيلها وكل حاجه هي سلمى. يعني كمان في حاجه انا بحب قوي الممثل يعمل حاجه غير اللي عملها قبل كده. يعني انا اللي عجبني في ريال ان هي حسيت ان هي هتدي حاجه جديده في سلمى النمر. مش حد دايما بيعمل الادوار دي يعني بحسها دايما بتطلع بريئه بتطلع يعني هيبقى في تحدي ليها وهي اثبتت ده الحمد لله. يعني هيدا اللي بيميزها ايه؟ لا بيميزها حاجات كتير. انا بتكلم على دور سلمى الشكل استني الشكل انا سمعت في الطياره ان في ممثله ترابيزه كرات بما انك الستايلست المسؤوله عن شكل الممثلات والممثلين ايه حكايه اللون الشعر اللي كل شويه بيتغير؟ لا مش كل شويه لا قولي كل شويه لا هي اللي هتتكلم لا بس في حاجه كمان هو مش عايزه احرق في تطور للشخصيه مهمه قوي شخصيه سلمى
ولون الشعر بجد هيفرق قوي يعني، هيفرق قوي يعني الشعر هيفرق قوي في الجزء ده يعني. لا وبصراحة أنا كان عندي التزام مهني وكإنسانة محترفة وملتزمة بعقد من سنة، عندي التزام مع منتج الإعلان معين، فكان ضروري. خليني أقول في الآخر دور سلمى كان محتاج ممثلة كويسة. ممثلة قوية. وصل لي حقي. يعني بس والله بجد يعني والله وصل لي حقي. وأنا في الآخر يعني مش هقدر أعتمد على ممثلة ضعيفة لمجرد إن هي ظاهرة اليومين دول أو لمجرد إن هي تعرف. طيب. لا هو دور صعب. في جوانب كتير جدا، في ابعاد كتير لا جدا، لا في تركيبه، في تقل معين. طيب يوسف، انت اطلقت على الفيسبوك قبل بدايه الشهر الفضيل حمله معا لمراقبه اخلاقيه. طبعا دي وين طبقتها؟ بلعبه ابليس. لا دي من زمان، مش بس السنه دي. انا ودي كنت حاجه كنت يعني مصر عليها، واليوم وين شفناها اتطبقت؟ لانه شفنا بمطارح بالمطرح اللي الكباريه خلينا نقول عم بتصور فيه، الستايلست كانت ملبسه الناس، مطارح مسكره، يعني هالتفاصيل ملاحظه. هل هذا عشان رمضان مثلا؟ لا لا، خليني اقول لك برضه ده الموضوع ده بالنسبه لي هو اجتهاد، وهو برضه خليني اقول هي حاجه شخصيه، هي مش حاجه حد عايز يفرض بيها عضلاته، بس او هو واجب اجتماعي كمان، او يدين ناس بيها. خليني أقولك ده هو اجتهاد، مش مرتبط برمضان بس طبعا، ولكن أكيد رمضان شهر له احترام وله قدسية خاصة أكيد، فهو اجتهاد شخصي. أنا شخصيا عندي قناعة أن أنا بحاول على قد ما أقدر، وما أقدرش أقول خالص أن أنا واصل للكمال في الحتة دي، بالعكس أنا كتير يعني في حاجات ما أرضاش عنها، بس أنا بحاول اجتهد في ده أن أنا أقدم حاجة طليق أن هي تخش كل بيت من غير ما ولا تخدش حياء حد. على ذكر الحياء يوسف، سوري أن أنا قاطعتك، سؤالك والإنجي، الرقابة الذاتية إيش كثر هي مهمة عند الكاتب وعند الممثلين عشان نتفادى مقص الرقيب؟ لأن يعني في كثير أعمال في رمضان تعرضت، أنا ما رح أقول انتهاكات رقابية لأن يعني مو من حقي أسمي هل هو انتهاك أم هل هو واجب، بس ضرت بالسياق الدرامي، صار في أعمال مبتورة وفي خلل. الرقابة الذاتية هذه مين اللي بيفرضها؟ المفروض الممثل، المخرج، الكاتب، كله. أنا ممكن أكتب سيناريو كامل يعني ما فيهوش أي لفظ خارج، ما فيهوش أي مشهد خارج، ويبقى رؤية المخرج مختلفة، مخرج يخرج المشهد برؤيته وتبقى مختلفة تماما عن المكتوب، فهو كمان لازم يبقى عنده رقابة ذاتية. ممكن المخرج يخرجه برؤيته والممثل يضيف من عنده، الممثل كمان محتاج يبقى عنده رقابة ذاتية يحترم فيها الجمهور، يحترم فيها برضو. عمر الموضوع ده ما بيحصل غير بالاتفاق، عمر ما حد بيفرضه على حد، مستحيل. على ذكر الموضوع ده، أيام لما كنت بصور في تونس زمان سنة 99-2000 كان ممنوع في أي مشهد مثلا أنه حد يمسك كاس الخمرة، أو من الممنوعات، واللبس كان لازم دايما يكون مثلا نص كم، دي حاجة كويسة. فيمكن ما اعرفش في نوع من التطور اللي حصل، لكن تطور كان فيه نوعا ما تطور سلبي للحاجات، لانه بنشوف بعض الالفاظ انا بيصعبوا علي اكثر الاطفال اللي بتتفرج على انا خسالها ككاتبه المشاهد والالفاظ، هل هي ضروره دراميه؟ احيانا بتحسيها مقحم. انا 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 طب يعني لو شلناها هيحصل ايه؟ انا حاجة بكتب بفكر في اولادي، يعني انا اولادي على طول قدامي ان هم بيتفرجوا، كمان دي مش سينما، ده في ثانيه طبعاً. يقلب وجمهور مش اختيار بالظبط، فلما يفتح على لفظ زي ده ويثبت خلينا برضو نتناول الموضوع ده كله بشكل ما فيهوش هجوم على حد، لان بصي انا في ضروره دراميه يا جماعه ما ننسى. شوف يعني اذا عم نصور ببيت دعاره مش مفروض مش لا عملنا نصور ده في لعبه ابليس، عندنا مكتبه وعندنا لا انا معاها يعني في المسلسل مثلا مولانا العاشق في بيت دعاره، بس في يعني في تلطيف في الحد الادنى من الخد، معلومه توصل لكن لا هو منظمه مش لازم بدي عاره ملطف يعني لا 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 في نقدر لا هو طبعا خلينا متفقين ان اصل الشغلانه
هي طريقه، لا هي طريقه معالجه الحدوته اللي بنلعبها طبعا بعالجها زي ما انا عايز، واي حدوته في الدنيا ممكن تتعالج من وجهه نظر من وجهه نظر دي ومن وجهه نظر دي عشان ما اقولش حاجه غلط. بس قصدي في الاخر اللي انا عايز اطلع بيه والمهم قوي ان مش المفروض حتى واحنا بنتكلم في ده، ده موضوع كبير وجايز محتاج حلقه لوحده، بس واحنا بنتكلم في ده مش المطلوب ان احنا نوجه اتهام لحد او نبقى شايفين المشكله عند حد. لا بس ممكن نوجه نداء لحد لناس كتير. الموضوع عمره ما هيجي غير باجتهاد من كل ناحيه، بس في الاخر المشكله دايما مش من صناع العمل، ده موضوع كبير جدا وله علاقه انه لازم يكون له قوانين علشان تقدري تحاسبي. يعني انا لو عندي قوانين واضحه وصريحه هقدر احاسب من يتخطاها، انما طول ما انا عندي الموضوع هو له علاقه باهواء كل من يسرد رؤيته هيبقى خلاص، هيبقى الموضوع نسبي صح. يعني هيبقى اللي بالنسبه لي غلط بالنسبه لك صح. ففي الاخر انا يعني بالنسبه لنا هو موضوع اجتهاد مش اكتر، ويبقى جميل جدا جدا لو في اجتهاد من كل الناس ان احنا نوصل في الاخر. اكيد هيبقى شيء جميل، وانا الليله عندي مواضيع جميله كثيره صح وسام، رح نستكملها مع نجوم لعبه ابليس بعد الفاصل. متابعين نحن وياكم مشاهدينا حلقتنا لليلي، وضيفنا المسلسل النجم هو لعبة إبليس. تفضل. أنا؟ ليش مو أنت؟ أنا؟ أوكي. إنجي عشان هو محرج منك دائما. أي عمل ناجح طبعا يتعرض لانتقاد وفي إشاعات مصاحبة، هذا يعني أمر لا يخلو. صار في كثير لغط، يقال إنه العمل مقتبس من روايات أجنبية، وصار في كمان الاسم محمد الغيطي عنده رواية اسمها لعبة إبليس، وقال إنه في يعني ما أدري إلى أي مدى تصاعدت الأمور، إنه في يعني في أشياء قانونية أو تحركات قانونية بينكم. أنت خير من يقول عن الموضوع، تفضل. بصي أنا سهلت عليك الموضوع. أنا بعدني لعبة إبليس ده البيبي بتاعي، يعني أنا ألفت الموضوع وكتبته بقالك سنين بجد من الصياد صح؟ بجد أنا يعني ما فيش أي حاجة خدت منها. هو كل مشهد يكلموني يقولوا لي إيه ده برستيج، المشهد ده في دوم 3، المشهد ده في إلوجينست، بس أنا يعني القصة كلها من خيالي. بس فعلا أستاذ محمد الغيطي أنا قريت الموضوع ده وبحثت ودورت في الرقابة، اتصل فيكي وأنا كمان سألت في الرقابة عن الصنافات الفنية وفي حقوق الملكية الفكرية في مصر يعني، وما كانش في اي عمل خالص ولا روايه ولا اي عمل. يعني انت سجلتي المصنف الفكري قبله مثلا؟ انا سجلت في حقوق الملكيه الفكريه وفي الرقابه على المصنفات الفنيه، وطلع لي تصريح تصوير كمان، ولما رحت عملت تنازل للمنتجين ما كانش يعني هو مستحيل يدوني التصريحات دي كلها طبعا، اكيد وفي اي عمل عندهم بنفس الاسم او بيضايقك ده جدا. اول عمل ليكي يا جماعه جداً. يعني حرام عليكوا اول عمل ليكي. ودورت وبحثت وفعلا يعني انا فعلا كمان قلت لو في اي عمل بيحمل نفس الاسم هغير الاسم. طب ليه ما غيرتيش الاسم؟ انا بيبي بي عارفه لا انا يعني الموضوع قتلت عشانه كتير، وهي لعبه ابليس هي يعني حتى ساعتها قالوا لي ان بتبقى لعيب ابليس تبقى بتاع، لا يعني هو كمان مش عايزه احرق، هي النهايه هتوضح، بس هو فعلا ما كانش في اي عمل خالص مسجل بنفس الاسم خالص. فاهمه؟ طب ليه انجي ليه لما في اعمال مشاركه في السبق الدرامي، انا عارفه انك مشغوله وبتصوروا لسه ومسؤوله على الستايلزم، بس في اعمال طبعا استنسخت من اعمال عالميه مثل العراب وان والعرابين من جود فادر، لما قالوا انه هو مستنسخ اقتباس خلاص يعني الناس لم تنتقد. ليش لما بقى في وجه تشابه مع اعمال اخرى وليس باقتباس بيصير في هجوم وفي سرقه؟ ليه؟ علشان هم يعني هي الناس متوقعه انه اكيد اقتباس، بس ما فيش اقتباس. هو فعلا ما فيش اقتباس، بس ممكن يكون في توارد خواطر يعني دوارد طبعا يعني ده عمل كبير ومسلسل. يعني اليوم عم نحكي عن السحر وفي اكثر من اعمال عالميه، مش موضوع توارد خواطر، لا عشان الكلام ده برضه اتقال في شويه اعمال من السنه اللي فاتت. اولا التيم السينمائيه هي تيم محدوده جدا، خلينا نبقى يعني لازم الناس تبقى فاهمه ده كويس، محصوره
محصورة جدا. يا اما هقول ان روايه ذا كونت اوف مونت كريستو هي فيلم امير الانتقام بتاع انور وجدي، هو فيلم واحد من الناس بتاع كريم عبد العزيز، هو هي تيم الانسانيه بالاخير. طبعا ده فيلم اوريجينال وده فيلم اوريجينال، صح. ففي الاخر وما شابه بقى، يعني لو قلنا ان هم حاجه و20 تيمه. تاني حاجه، انا طريقه السرد اللي بتستهويني دايما طريقه سرد الحدوته فيها شويه بحب العب في الزمن، يعني انا عمري ما بسرد الحدوته بالترتيب الصح. اه انا شفت دايما، انا شفت دايما بنشفل ودايما يعني والطريقه دي بنرحل وبنقدم، هي طريقه بتستخدم كتير في هوليوود، فالناس ساعات بتلاقي تشابه. يوسف انت قلت في هوليوود، مش بس طريقه السرد والسيناريو والكتابه، حتى حركه الكاميرا يعني هي مش كلاسيكيه، هي شويه جديده. الموفين كاميرا، اللايتنج، يعني اداره الممثل، هذا الستايل الغربي هو مناسب لمجتمعاتنا احنا. خليني اكمل لك اخر حته. في لعبه ابليس بالذات بقى، احنا كنا بنتناول موضوع السحر ده، تناولوه قبل كده في هوليوود اظن في 3 افلام، ناو يو سي مي وذا برستيج وذا الوجنست. هنلاقي انا شفت ذا الوجنست بالذات، التريكس السحريه هتلاقي فيه تكرار، لان العالم ده هو برضو عالم محدود، هو مش عالم يعني، حتى التريكس اللي بتتعمل في لاس فيجاس مش 500 تريك، يعني التريك بتاعت التانك دي بس الكلام ده برضه اتقال يعني اليوم اللي احنا في حلقه كان فيها تانك الميه اللي هو على فكره ده اتعمل في ناو يو سي مي، اتعمل في ذا برستيج، معنى كده ان هم قلدوا بعض وجه في الاعلانين. باي ذا وي حبيت عليك وانت بتعمل التريكس دول خصوصا بتاع الميه. انا في مره بجد، لا في مره لما كان هيقع عليك السكاكين سكاكين سكاكين كده، انا شفتها وهو نايم الحلقه الاولى صح؟ الحلقه الاولى ولا الثانيه؟ احمد جلال بيقول لعمر السعيد، عمر بيعمل دور مدحت اللي هو صاحب ادهم، احرق الحبل علشان يقع عليه. صوتت ومسكت، لقيت مهندس ديكور بيجري بيقول له لا 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 ما يعملوش، ما يعملوش، ممكن يقع بجد. انا سمعت ممكن يقع بجد. لا كان عندنا مشكله خصوصا في الستيج الكبيره اللي هي بعد ما ورث، المشكله ان كان الساحر اللي هو ساحر بجد بقى اللي بيشتغل على سكيل كبير جدا اللي احنا استعنا بيه علشان سواء يدربني او يجيب المعدات اللي هنشتغل بيها او كل ده، كان عنده مشكله انه ممنوع يقول اسرار الالعاب الا ليا انا بس، او يعني في بعض من الالعاب كمان لاحمد نادر جلال اللي كان بيخرج. طبعا فكل من هم بيتفرجوا في الكواليس مش عارفين، حتى اللي بيصوروا انجي هو رافض يقول السر ده لاي حد، وده طبعا ده احترام جدا ليه لان ده شغله في الاخر يعني. فكانت المشكله ان التريك بتحصل على المسرح بجد، فكان كله بيتفاجئ بيها، وانجي كانت بتاخدها من ناحيه ثانيه خالص، يعني تريك شكلها فيها خطوره وهي في الاخر ما فيهاش لا الخطوره دي خالص، دي يعني دي لعبه يعني، فكان دي لعبه خفه. طيب فريال، خلينا نتخيل انا وياكي عنوان بعد النجاح اللي عم تقدميه بشخصيه سلمى بلعبه كمان إبليس. مع النجم السقا كمان، مع السقا بذهاب وعوده، وكان عندك اسرار مع الفنانه ناديه الجندي قبل رمضان. خلينا نتخيل، انا مغزى السؤال 2016 اكس من الشركات تقدم فريال يوسف، ايه بطولة متفرقة هقدم نفسي يعني؟ لا اكس من الشركات تقدم، خلينا نتخيل انا وياك هالسيناريو 2016 شو هنشوفها بال 2016؟ جاهزة للبطولة للمخاطرة؟ لا بحب هي مخاطرة الجماعية. البطولة المطلقة مخاطرة. لا 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 بص، انا مش عايزة العب خط هجوم، عايزة العب خط دفاع صراحة. انا معاكي مسؤولية كبيرة جدا صراحة، وبالنسبة لخطواتي في مصر وتجربتي في مصر مش عايزة طبعا أحسب الامتداد لتجربتي في مصر اللي هو امتداد لشغلي في تونس، تجربة مصر لوحدها يعني وكأني بعيد كل حاجة من الزيرو، ببتدي كل حاجة من الزيرو، وأنا ابتديت الحمد لله يعني بطولة فيلم بالألوان الطبيعية، بطولة مسلسل كلام نسوان، يلي خالد الصاوي، أنا لو منتج خالد النبوي لو منتج حكتب السنة اللي جاية وسام بريدي يقدم. هذا تصريح انجي. انجي انا عايزه اسالك على حاجه مهمه ما اتكلمناش عليها، الستايلست. ستايلست في منظومه الانتاج العربي، انا مش بتكلم عن مصر، قد ايه مهم وقد ايه الممثلين هم متعاونين مع الستايلست، قد ايه ما بيحسوهاش ان في حد بيفرض علينا حاجه احنا مش عايزينها. بصي هو في مصر يعني الموضوع ده
مظلوم. يعمل حساسيه مثلا؟ لا مظلوم جدا، الشغلانه دي مظلومه يعني بره. يعني في كاستم ديزاينر بياخد طبعًا. اوسكار زي السكريبت رايتر. يعني انا ككاتبه القصه مش اقل اهميه خالص طبعًا. من الستايلست او كاستم ديزايننج بتاع المسلسل. بس في مصر الموضوع بيبقى فيه مش حساسية، هو فيه شوية عدم إدراك بالموضوع، يعني عدم معرفة. بيقولوا لك إحنا عندنا ذوق. لا بيقولوا لي عندنا ذوق، أو أنا جايبة ده مخصوص عشان المشهد ده. لا لازم ألبس هدومي كلها في المسلسل مثلا. أنا بقول من غير يعني 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 مثلا إيه، أنا ببقى دارسة إيه، أنا دارسة الألوان، باليت ألوان، عاملة باليت عشان الكاركتر كمان. قبل الكاركتر بعمل باليت لألوان، كل اللبس بيبقى من الباليت دي علشان ما يبقاش فيه ديستراكشن للكولرز، يعني الالوان تبقى متناسقه كلها. بعد كده بشوف الكاركتر بتاعت كل واحد واعمل له ستايل اللي يناسبه كممثل، يعني يناسب شكله وجسمه وبتاع ويناسب الكاركتر نفسه. وهذا اللي لازم ينعمل. والمره دي كمان انا كاتبه مؤلفه الشخصيات، فكمان الموضوع بيبقى مستفز جدا. يعني انا شيري عدل هي عامله شخصيه مروه السكرتيره، مروة قتلت قتلة يعني، وشيري وشها بريء وكيوت وكده، بجري وراها في اللوكيشن، لا حطي روج غامق. لا احنا كمان عندنا مروة. انت عندك مروة في المسلسل، احنا عندنا مروة في ريتنج رمضان. وين مروة اليوم؟ يلا تفضلي مروة. اهلا مساء الخير. مساء الخير. ايه رايك في الستايل بتاع مروه النهارده؟ فظيع حبيبتي. ميرسي. انت تجنني كلكم. مساء الخير عليكم مشاهدينا. صار وقت هلا نشوف شو هي نتيجه تصويتكم للمسلسلات الرمضانيه المشاركه معنا في سباق ريتنج رمضان. خلينا نشوف شو هي المسلسلات الخمسه المتواجده على لائحه التوب 5 تبعنا لليوم. حصل مسلسل بنت دار الياسمين على المرتبه الخامسه، وحصل مسلسل 24 قيراط على المرتبة الرابعة. أما المرتبة الثالثة فهي من نصيب مسلسل دنيا، والمرتبة الثانية هي من نصيب مسلسل الكابوس. أما المرتبة الأولى فقد تصدرها مسلسل ذاكرة من ورق. مبروك لمسلسل ذاكرة من ورق والمسلسلات الأربعة الأخرى. مشاهدينا كثفوا تصويت لمسلسلكم المفضل. كمان بحب أذكر كل اللي لسه ما نزل الأبليكيشن أنكم فيكم تنزلوا التطبيق المجاني ريتنج على أب ستور وجوجل بلاي. شوفكم أنا بكرة. شكرا مروة. نرجع بحب ألفت دايما نظر المشاهدين وضيوفنا أنه هالأبليكيشن هي خاصة بالبرنامج للناس اللي عم بيحضروا البرنامج وحاطين هالأبليكيشن عم بيصوتوا. وبحب ألفت النظر أنه مسلسلكم هو نمبر 2 على يوتيوب من بعد لهفة والكبير قوي يلي بيجي بالمرتبة الثالثة. يوسف أخبارك إيه مع السوشيال ميديا؟ بصي مش شاطر قوي بصراحه. طيب انا هشوف بقى. اتفضل. ممكن تبتدي بالسيلفي. بليز يوسف، احنا دايما عندنا جمهور بيحبنا وجمهور بتحركش فينا. انا هشوفه الاعصاب ازاي. اتفضل. في تويت هنا ممكن نشوفها على سكرين وهي موجوده عموما. تفضل. ايه لعبه ابليس ايه؟ عايز اتفرج على لعبه ابليس بس مش متفائل بالبازوكا بتاعت يوسف الشريف دي. لا تفائل 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 ان شاء الله خير. يعني اتفرج بس وقول لنا رايك. لعبه ابليس. شوف التغريده اللي بعدها. العيون الملونة اللي في البلد كلها. أجراء دي؟ أجروا العيون الملونة اللي في البلد كلها. أوكي. نقول لهم إيه؟ نقول لهم أنا مش فاهم أصلا تويتر صراحة. نقول لانسز؟ هو في حد كان لابس لانسز؟ في واحد في الشخصيتين يعني فلازم نعمل الفرق بينهم. في فرق بينهم في واحد كان اللي هو في باروكة وفي لانسز وفي واحد شبه شوية. طيب ونشوف التغريدة الأخيرة والثالثة. بالنسبه للي طلع مع يوسف الشريف اول مره ومش فاهمين حاجه ما تقلقوش، ده عادي وتوقعاتكم بتطلع غلط برضو عادي، اهم حاجه تعيش اللحظه. هو دي ادق تويته لان دايما حتى الناس اللي متابعاني السنين اللي فاتت
بيبقى الصوره كلها بتكتمل في اخر حلقه. يعني زي ما انا قلت طريقه السرد ما بحبش طريقه السرد الروتينيه، يعني قصه ما بتتحكيش من الاول للاخر بالشكل الروتيني العادي، القصه بتتسرد بطريقه مختلفه شويه، فالمعلومه كلها بتكتمل في الحلقه الاخيره. واحنا كمان المسلسل، اتفضل يوسف. شكرا. احنا كمان المسلسل عايزين نقول للجمهور ان المسلسل مش تيمة عاديه، هو سسبنس، دائما المفاجات حاضره، فنستنى للحلقه 30. اتفضل. طيب في هالهدية لأليك، بديك تفتحي على الآيباد. معني ما تبقاش الهدايا عشان خاطري، عشان خاطري. لا، فيها صورة، فيها صورة، بديك تعملي رياكشن وتعطينا كلمة. حلو الرياكشن، كلمة. تقبريني، تقبريني حياتي، حياة قلبي، أختي مايا دياب. مبروك ماي مايا على البري لانش، أول حاجة لألبوم ماي مايا. ما أعرفش أتكلم عن مايا صدقني، لأنه محتاجة يوم حلقة تانية عشان أتكلم عن مايا. يس الأد يوسف 2016 حنشوف الديو الموجود معانا معاك إن شاء الله. أتمنى، أتمنى. طيب يعني انا دايما كل اللي بيشتركوا معايا وبيبقوا هم اسباب النجاح قبلي دايما ببقى طماع جدا، وببقى يعني انا اللي اتمنى واتحايل عليهم ان هم يعيدوا التجربه معايا. يعني ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق. انجي، بدنا نطلب منك انه تابعين لنا السيناريو اللي عم نكتبه كل يوم مع ميسر. انت طبعا كاتبه فلازم نستفيد منك. اوكي، تفضلي معي. شكرا. يوسف شريف شرفتنا، وكمان فريال يوسف شرفتينا. بتمنى لك التوفيق بكل اعمالك. يوسف بتمنى لك التوفيق، النجاح. بتمنى لكم ان شاء الله لعبه ابليس يكون من الاوائل بشهر رمضان، واكيد هو راح يكون من الاوائل. والدليل على يوتيوب قد ايه نسبه الحضور عم تكون عاليه لها المسلسل. أنا بدي أشكركم على وجودكم معنا الليلة. بكرة نحن وياكم مشاهدينا بحلقة جديدة من ريتينج رمضان، والمسلسل الضيف رح يكون بعد البداية. ملتقانا نحن وياكم بكرة بحلقة جديدة ريتينج رمضان. أصبح على ألقائكم.